I'm from your barely. How much Jeddah? How much Jeddah? This is the roller. Yeah, of course. صديقي فارس. ثاني شخص سعودي تعرفت عليه في الهوستل واخيرا. اول شخص كان من مدينه الخبر والشخص الثاني من مدينتي مدينه الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you brother? الحمد لله. Good. Montune is male koala lumpur. اهلا وسهلا في متحف الشرطه الملكيه الماليزيه. التصوير هنا ممنوع ولكن السكرتي قال له صوروا خذوا راحتكم. فهو لابس لبس العسكري يعني فاذا صار لنا شيء هو المسؤول. شكرا يا مصورنا. اهلا وسهلا. هذا وش ذا؟ كاشف الغام ولا ايش؟ يا مو كاشف الغام بس انه يتعامل مع الغام المكتوب وطبعا التحكم عن بعد. عن بعد؟ عن بعد. هذا قديما يتحكمون عن بعد يعني. ما ادري كم عمره بس يعني نحن شفنا ام بي 4 جوا والام بي 4 مو قديم اتوقع 2015. امزح مو اكيد 2015 MP4. بس يعني بس قريب. 100 100. صراحة أنا شفت إطلالات جميلة جدا ولكن مثل هذا الهوستل ما شفت أبدا يا أخي. شوف كيف الإطلالة. واللي أجمل من كذا إنه حتى وأنت في السرير تشوف هذا المنظر. شوف هذا سريري وأنت منجط على السرير تشوف هذا المنظر الجميل. الأسانسير ما يمشي معك إلا تحط البطاقة أولا وبعدها تضغط الرقم أو الدور اللي أنت به. أهلا وسهلا. حياك يا حال. طيب إن شاء الله. سياحة ولا؟ تجارة. تجارة؟ ما شاء الله وش التجارة؟ قريبا حوالي أنا أعتقد أنها أكل يعني ليش مريحة الأكل ما شاء الله. لا هلا طالعين بس رحلة. ما شاء الله تبارك الله. إحنا تصدير وتوريد حاويات. حاويات بالضبط. تصدير وتوريد حاويات. الله يعطيك العافيه حبيبي. شكرا جزيلا. سعودي. الله يسعدك. تامرني بشيء؟ سلامتك. هذه بس حقك سون العنزي. بس اكتب باليوتيوب سون العنزي يطلع لك على طول. حبيبي بس لا زلت مستجد ترى. ها؟ طيب طيب. ادعمنا. يسعدك. الله يسعدك يا حبيبي. هلو. أجمل ما فيه المكان صوت الموية والنوافير. صراحة جميلة جدا خصوصا إذا جلست بالكافي هناك تسمع صوت النافير. أجمل منها ما فيه. أجواء اليوم صراحة أجواء خرافية جدا. بدت تمطر وتطشطش ولكن نبي نطلب قراب قبل ما تسحب علينا. قراب هذا من أكثر البرامج المستخدمة في ماليزيا مثل أوبر. السعر 16 رينجت فقط. من اكثر الاشياء اللي تلخبط مخك هنا في ماليزيا نظام السواقه عندهم. مثلا احنا عندنا السايد اليمين يمشون كذا فهذا السايد اليمين شوف كيف عكس وهذا السايد اليسار يمشون كذا
فالامور ملخبطه هنا. حتى اذا كنت بتمسك السريع ما تمسك اقصى اليسار، تمسك اقصى اليمين، فهذه لازم تنتبه لها خاصه اذا كنت بتسوق هنا. هذا الاكل الصيني بكل مكان تحصل، تختار تاخذ الصحن حقك وتنقل اللي تبي وتاخذ اللي تبي. This is Chinatown or This is Chinatown. Putaling Street. Sorry, I don't know where is it. Are you from here? I'm from here but I really Okay, that's okay. والله سحبت يا اخي. نبي ندخل تشاينا تاون قبل لا تمطر بشكل كبير جدا. اهلا وسهلا بكم في تشاينا تاون. How much brother? 35 okay. This is quality good brother. 10 ماي جي 10 نو 10. How much brother? دائما يجيب لك الحاسبة. ها؟ Good one. الله اكبر والله انت والله انك تذوب يا اخي. One get two. Expensive. Only one. I will see the market then I will get back. I get 30. Huh? 30. 30 again. الله وش أعطاني 120 وبعدين. 15 شيخة. Lost money bro. Any lost money. طبعا تشاينا تاون تحصل فيها جميع الماركات العالمية بأسعار جدا رخيصة. How much brother? 500. طبعا هو علشان شاف الكاميرا رفع السعر مره، لانه ممنوع تبيع باسعار رخيصه لانك تكسر السوق، فشاف الكاميرا وغطى نفسه وقال لك 500، ولا هذه لو اخذها اخذها 100 رينجت فقط. This one. One piece or two pieces. Girlfriend and you. Girlfriend and me. ما شاء الله. You take one 100 رينجت one piece. Man. How much this one? This is man, right? Yeah, compan. Yeah. How much? This one. No, discount. 2 for 50. طبعاً هم نظامهم من يشوفون الكاميرا على طول يرفعون السعر مرة، فأنا بخبي الكاميرا وبشوف كيف يقولون الأسعار. This is man or woman? Yeah. 5 ringgit, ها؟ 1 5 ringgit. هذا السوق الصيني فيه كل شيء تبيه، ماركات عالمية، جميع الأشياء اللي تبيها تحصلها هنا، فتبي مطاعم تحصل هنا، تبي ملابس تحصل هنا، تبي ثقافتهم حتى تشوفها هنا. أخذنا عصير بطيخ مبرد مع الأمطار هذه. طبعا من اهم الاشياء اذا جيت السوق الصيني سو حالك فاهم انك عارف الاسعار وكل حاجه، فاذا اعطاك سعر قل له كانك ما انت راضي ابدا، وتبدا يخفض لك بالسعر. بالعاده انهم يدبلون السعر مرتين او ثلاثه، فاخذه باقل سعر ممكن. السوق جميل جدا الى ان تصل للمطاعم تجيك ذيك الريحه، لازم تلبس كمامك. This is man or woman? Man. Oh, ما شاء الله. Body good. هذا 180. Good body. ما شاء الله. ما شاء الله. كم هذا؟ 180. How much last? Rolex هذا. This is the Rolex. Yeah, of course. How much last, man? This one, if you like, I can do for you 60. 60. Good watch, but not good price. Yes, good. Only 25 more comes. Huh? More comes. How much Jeddah? How much Jeddah? This one, this is good, good. This one. No, mama. Mama. It's this one. Oh, this one. This same. 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 This one. Thank you, Jeddah. Fi makase. Thank you. أهلا يا رجل. طبعا أنا أشغل الكاميرا وأشوف بعض الأسعار وبعدين أطفيها وأخذ لي نص الأغراض.
الأشياء الجميلة هنا في ماليزيا الكشكات اللي تجيك على الشارع، طعمها لذيذ. أحسن ما فيهم أنهم أغلبهم مسلمين، فما تخاف من الأكل حلال أو حرام. السلام عليكم. How are you sister؟ هذا الكشك من أعلى الكشكات تقريبا في هذا الشارع تقريبا، فبنجربه ونشوف كيف. What's your name؟ My name is Chris. From Malaysia? Yes, yes. Is this good place to eat or? I never try. I just want to buy drink. Okay, we will try. Okay. Nice to meet you. Have a good day. You too. How are you, brother? Nice hair. Thank you. Mashallah, mashallah. Sister. Thank you. That's okay. No. Okay. Thank you. Assalamu alaikum. والله ما ادري وش محتواها ولكن شكلها يشح. فبنجربها وان شاء الله انها تكون حلوه. بسم الله. لذيذ الصح. دخلت الاماكن المغلقه لازم تلبس كمامك. بسم الله. يا اخي هذا الاكل دائما اشوفه اعتقد انه ياباني اللي ياكل لوفي. 7-Eleven من اكثر المحطات اللي تكون فاتحه طول الوقت وفيها كل شيء تحتاجه، موجوده حول العالم كله. صديق وقت الطين. تمام. غرانيا. اوكي حبيبي. السلام عليكم. الكيس طلبنا قراب. صراحة البيت شوي بعيد من محطة القطار فعشان كذا ناخذ قراب كثير، ولا القطار اوفر كثير. القطار الرحلة الوحدة برينجت ونص، يعني تقريبا ريال واحد فقط. القراب ياخذ منك تقريبا 15 إلى 10 على حسب الموقع والمسافة، ولكن أرخص بكثير من أوبر. Hello, hi. Hello, brother. How are you? I am good. Parents more time due to the reason they'll walk into the vaccination clinics until May 31st. ومن هذه الإطلالة الجميلة لا تنسون اللايك والاشتراك وانشروا المقطع في كل مكان وكونوا سعداء دائما. السلام عليكم.